السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Learn Arabic. التعارف Introduction Part 2. تدرب على الحوار التالي. Practice the following dialogue. أمين، رشيد. صباح الخير يا رشيد. صباح النور يا أمين. صباح الخير يا رشيد. صباح النور يا أمين. هل تعرف هذا التلميذ؟ لا، لم أعرفه. هل تعرف هذا التلميذ؟ لا، لم أعرفه. هل هو تلميذ جديد؟ نعم، هو تلميذ جديد، اسمه محمد. هل هو تلميذ جديد؟ نعم، هو تلميذ جديد، اسمه محمد. أهلا وسهلا يا محمد. أهلا بك يا صديقي العزيز. أهلا وسهلا يا محمد. أهلا بك يا صديقي العزيز. متى جئت إلى مدرستنا؟ جئت إلى هذه المدرسة قبل أسبوع. متى جئت إلى مدرستنا؟ جئت إلى هذه المدرسة قبل أسبوع. على فكرة، ما هوايتك يا محمد؟ هوايتي القراءة. على فكرة، ما هوايتك يا محمد؟ هوايتي القراءة. الحوار التالي Next dialogue. نبيلة، محمودة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي نبيلة، وما اسمك يا أختي؟ اسمي محمودة. اسمي نبيلة، وما اسمك يا أختي؟ اسمي محمودة. أهلا وسهلا يا أختي محمودة. أهلا بك يا أختي نبيلة. أهلا وسهلا يا أختي محمودة. أهلا بك يا أختي نبيلة. أنا سعيدة بلقائك. أنا مسرورة بمعرفتك. أنا سعيدة بلقائك. أنا مسرورة بمعرفتك. من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من القاهرة. من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من القاهرة. وأنت؟ أنا قادمة من جدة. وأنت؟ أنا قادمة من جدة. تشرفت بهذا اللقاء. شرف الله مقدارك. تشرفت بهذا اللقاء. شرف الله مقدارك. إلى اللقاء. مع السلامة. إلى اللقاء. مع السلامة. التمرين the exercise. Respond each expression for 5 seconds. التعبير، الرد. على فكرة، ما اسمك؟ اسمي حسن.
أنا سعيد بلقائك. أنا مسرور بمعرفتك. أنا سعيدة بلقائك. أنا مسرورة بمعرفتك. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من جاكرتا. من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من نيويورك. تشرفت بهذا اللقاء. شرف الله مقدارك.